السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرم وجوهنا ووجوهكم عن النار. First of all, we start by praising Allah subhanahu wa ta'ala, for He is entitled for all kind of praises. We thank Him, we seek refuge in Him, and we ask Allah subhanahu wa ta'ala not to hold us accountable for the deeds that we do in this world, and not to make our deed in this world for His sake going in vanity yawm al-qiyamah, and not to be amongst those whom Allah subhanahu wa ta'ala determined that they will be misguided, for He subhanahu wa ta'ala, when He decide or determine that a person will be misguided, no one can bring him back to the path of Allah subhanahu wa ta'ala. And when Allah subhanahu wa ta'ala determined that a person will be guided to the way of Allah subhanahu wa ta'ala, no one can misguide him or make him alter his way in such way that will take him from the path of Allah subhanahu wa ta'ala.
And we adhere to the words of Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran and the teaching of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. That is the most perfect teaching and the absolute way of understanding Islam and approaching Allah subhanahu wa ta'ala. I furthermore, as like every Muslim do, I bear witness that there's no one worth or deserve worshipping but Allah subhanahu wa ta'ala, and that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is his servant and his messenger. He sent him to save humanity and guide them to the way of Allah subhanahu wa ta'ala through the means that he have determined. In many hadith that have left behind me, he said sallallahu alayhi wa sallam two things: if you hold tight to them, you will never be or you will never go astray. That is the book of Allah subhanahu wa ta'ala and my legacy, he says sallallahu alayhi wa sallam. An indication, as was mentioned in the hadith of Abdullah ibn Mas'ud, a most prolonged hadith on the ways of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he said that every innovation leads to astray, and every astray leads to hellfire. May Allah protect us all from the hellfire. عباد الله كما تعلمون نحن نقبل على شهر عظيم من شهور الإسلام شهر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم عنه أصحابه وذكروا فيه صفة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشهر العظيم هو شهر شعبان الذي أظلنا ولم تبقى إلا أيام قلائل وندخل في شعبان، وهو شهر تكثر فيه الطاعات وتتغير فيه أحوال الناس وتبتهج قلوب المؤمنين والمسلمين بدخوله، لأنه بشير بدخول شهر رمضان الذي جعله الله عز وجل بركة للمؤمنين في حياتهم. وكما نقول دائما ونذكر وننبه أن الله سبحانه وتعالى يجعل للعبد المسلم في حياته وفي سني عمره مواسم، يجعل هذه المواسم حتى يرجع الإنسان إلى ربه. فإننا كما تعلمون عباد الله فقد خلقنا الله عز وجل في نقص وفي ضعف، ومن ضعفنا ونقصنا وقلة حيلتنا هي أننا أحيانا كثيرة قد نتجاوز الحدود التي رسمها الله عز وجل لنا، فيقع منا الإسراف ويقع منا التقصير. فالعبد السعيد الذي أراد الله له النجاة في الآخرة هو من يستطيع أن يستثمر هذه المواسم، ومن هذه المواسم شهر شعبان الذي جعل الله عز وجل في أوقاته بركة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر كما جاء في حديث أنس بن مالك كان يصوم حتى لا يظن أحد أنه يفطر صلوات ربي وسلامه، يعني أنه كان يعني يصوم معظم شهر شعبان، ولذلك كانوا يسمونه بشهر النبي صلى الله عليه وسلم. We are approaching a month that is so sacred, as one of the glad tidings that comes ahead of us, that Ramadan is coming. It's one of the things, as we say always, that Allah subhanahu wa ta'ala throughout our lifetime, He gives us those windows where we can come back to Him. These are the, you know, investment that a person should invest in. We are made of, you know, weakness. We are made of mistakes. We make mistakes, and that's a normal thing. That's how our human are built. We are made to make mistakes and then repent to Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah subhanahu wa ta'ala is willing to forgive. There's many a hadith that indicates about, you know, that Allah subhanahu wa ta'ala is merely perfecting the humanity through their mistakes. Many a hadith that indicates that Allah subhanahu wa ta'ala is accepting mankind with their mistakes when they come and repent, you know, when they come back to Him and repent. Now that's been understood, is what we say, a person that is happy. The happiness is not just the happiness that is limited to the causes of this life, but the happy person, the one who have a lifetime that will be filled with the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala in the hereafter. This life, this world, is a short time living. It's a short, you know, span, subhanAllah. Just recently, I was informed that, you know, one of my friends in California lost his brother, subhanAllah. He was just 25 years old, and I was speaking to his brother yesterday. He's, you know, he was having a hard time to talk. You know, he's in his 60s, and he's just, you know, in his shock. He can't shake that off his head. Like my brother just went, he left. He was just 25 years old. He was just young. As we say, this life is really short. We're not living here forever. We're not staying here forever. But we're staying here and making the record so we can survive Yawm al-Qiyamah. So the happy person is the one who will be living the happiest
lifestyle in the hereafter. So this is the time and the season and the windows that Allah subhanahu wa ta'ala open for you. When you feel like I've done enough mistakes to the point that I'm so shy from Allah subhanahu wa ta'ala that I'm meeting Yawm al-Qiyamah with such shortcomings, Allah gives you these seasons, these days, the days of Sha'ban. The month of Sha'ban, the scholars, they call it the month of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. It's recorded in the Sunnah that Anas ibn Malik, may Allah be pleased with him, said that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, in the month of Sha'ban, he used to fast so much that we used to think he did not ever break his fast sallallahu alayhi wa sallam. So this is very important. I'll explain why he sallallahu alayhi wa sallam used to do that. Inna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam, kama dhakarna fi hadithi Anas, kana yukthiru min as-siyam في شهر شعبان وذلك لأسباب عديدة. فقد ذكرنا في غير خطبة صلي ركعتين تحية المسجد. معلش حرجتك الآن صلي. إذن كما ذكرنا أن هذا العمل الكبير هو عمل الصيام. عمل الصيام مهم جدا يا إخوان. عمل الصيام مهم لماذا؟ لأن كما قلنا أن الأعمال أجورها معروفة. أغلب الأعمال التي تعملها سواء كانت الصدقة، سواء كانت الإحسان، سواء كانت لقاء أخاك المسلم بوجه طلق، سواء كانت المصافحة، المقابلة، زيارة المريض، تجد أن الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم قد أنبأونا بما يبدر من ذلك. يعني إذا زرت أخاك المريض يأتيك من الأجور وحسنات ألاف مؤلف من الأجور حسنات، أليس كذلك؟ ثم أيضا إذا أنفقت في سبيل الله كذلك الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن حال من الذي ينفق صدقه، هكذا مثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. يعني أنا مثلا أضع دينار أو دولار في حق الله عز وجل يأتيني هذا الدولار يوم القيامة 1000، أنا أعرف هذا، وقد يأتيني 700,000. لماذا؟ لأن الله أخبرني عن مضاعفات هذا العمل. وكذلك أيضا ليس فقط الحسنات والصدقات بل قراءة القرآن. فالله عز وجل يا عبد الله يأجرك على قراءة كتابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون به، يعني تؤجرون بقراءته وبكل حرف حسنة. ويوضح النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، حسنة حسنة حسنة. قال والحسنة بعشر أمثالها، يعني صارت ألف لام ميم كم حسنة؟ أصبحت 30 حسنة. تخيل هذا يا عبد الله، بس قلت ألف لام ميم حصلت 30 حسنة. انظر إلى صلاتك، وقد ذكرنا هذا غير مرة، ولكن الله عز وجل يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ومن باب التذكير نذكركم أيضا أن مجرد قراءة العبد لسورة الفاتحة، مجرد قراءته لسورة الفاتحة في صلاته، وقلنا أن العبد الصالح الذي كتب الله له الرضا يقرأ الفاتحة ليس أقل من 17 مرة في اليوم. إذا تقرأ الفاتحة في قراءتك للفاتحة في المرة الأولى 139 حسنة، اضربها في 10 1390 حسنة فقط من قراءتك لسورة الفاتحة. ذات القيامة يوم القيامة العبد يأتي جبال من الحسنات لا يدري من جاءت هذه الجبال، هي من أعمال ما كان يلقي لها بال، لا يقول أنها تأتي عند الله عظيمة. وكما تذكرون في قصة الرجل الذي ذكرناه قبل ذلك الذي يوم القيامة جاء بأعمال مثل الجبال، وكان كل تحت كل عمل ماذا؟ كان هناك رياء، نفاق، سمعة، كلها راحت. ثم جاء الرغيف، الرغيف الذي أخرجه في سبيل الله، أخرجه بنية صادقة فتقبله الله، فجاء هذا الرغيف فعدل كفته فأدخله الله الجنة. See, this is the thing, that's why we say that Allah subhanahu wa ta'ala called the month of the scholars called the month of Sha'ban the month of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam for many reasons. And the reason that sallallahu alayhi wa sallam, he does one of the most sacred action, which is the fasting of, you know, in the month of Ramadan, the act of worship that is called fasting by itself. See, this is one of the most peculiar acts of worship because we don't know what is the limit of that act of worship, the reward of that, you know, act of worship. We know majority of act of worship that Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran or mentioned in the Sunnah. Salat al-Qa'tayn al-Bashar. Salat al-Qa'tayn. Tahayyat al-Masjid. Salat. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, he still not send the hadith. He still not. For example, reading the Quran, right? Read the Quran. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Read the Quran." The hadith reported by Abdullah ibn Mas'ud. He said, "Read the Quran because you will be rewarded for reading the Quran." Listen to this carefully.
He said, and you will be given a hasana for each letter you read. I don't say alif, lam, meem is the letter by itself. No. Alif is a letter, lam is a letter, meem is a letter. And each hasana is multiplied by 10. So by just saying alif, lam, meem, you just earned right there 30 hasanat. Now we say the moderate Muslim, the Muslim that practices religion, Allah subhanahu wa ta'ala blessed him enough to do what Allah wants from him. He will read at least in, you know, during the day, throughout the day, he will read Surah Al-Fatiha 17 times. Every time you read Surah Al-Fatiha, every time you read, you have earned 139 hasanat. Some scholars, they count the letters of Al-Fatiha and they say that it is about 139 letters. Multiply that by 10. Every time you read the Surah Al-Fatiha, only you have what? 1390 hasanat recorded for you. So Yawm Al-Qiyamah, we say, a person will be standing there, desperate, looking for something, you know, to help. That's a day like the scale is sitting there, everything is measured. Every action after worship, every action you did in life is there. So you see the mountain of Sayyid just jumping and piling up, and you're just like scared and you're afraid, you don't know what to do next. And all of a sudden, some hasanat come out of nowhere that you didn't think that these hasanat will be there for you. You didn't think that this is the one going to help me in such day. Subhanallah. Remember the story of the man, we said that he had done so much in his life to the point Yawm Al-Qiyamah he came with a huge mountain of good deeds. But all these good deeds, they were, you know, cast away. They were deleted, like they didn't exist. Because every action he did, it was because either he wanted to show off, or so people would say he's generous, or so people recognize him as a good person. This and that, every action he did, it was not clearly only for Allah subhanahu wa ta'ala. As a result, all of them were wiped out. But those two breads that he gave for the sake of Allah, he gave two breads in his lifetime, two pieces of bread to an old lady and her daughter. Those two pieces of bread, they came to this camp and they mount everything out, subhanAllah. And because of those two innocent pieces of bread, he was submitted to the Jannah. We say all the actions are known. We know the reward of them. Allah told us that in the Quran, he given charity. Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Baqarah is telling you when you give a charity, it's just like, you know, a plant that sees about 100 seeds. It holds 100 seeds. Every seed is multiplied by Allah subhanahu wa ta'ala, how much knows? Subhanallah. So one sadaqah, $1 could be what? 700 reward. $1. And it could be 700,000. Subhanallah. You don't know the limit of the rewards of Allah subhanahu wa ta'ala, where it goes. But we know how it multiplies, how it goes up. We know that. Except one act of worship, which is fasting. هو الفعل الوحيد الذي لا نعرف مدى أجره. لماذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم متكلما عن ربه يقول الله عز وجل كل عمل ابن آدم له. كل ما تفعله يا عبد الله في هذه الدنيا لك أنت. صيامك، صلاتك، صدقة، كله لك أنت. ويقول الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ولذلك يا إخواني في الله، أنا أقول هذا وأذكر نفسي أولا قبل أن أذكركم. المرء بحاجة إلى التذكير. الحياء شعبة من شعب الإيمان. قليل من الناس من يتصل بصفة الحياء، قليل. والحياء درجات. هناك حياء من الناس، أستحي الناس يروني أعمل عملا قبيحا فأختبئ منهم، أو أستحي من الناس أن أقول كلاما يحسب علي. وهناك حياء من الله عز وجل، وهو أعظم الحياء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال خلاص، ما عاد في شيء وازع يمنعك من عمل أي شيء تستهجنه الطبيعة البشرية، أو ينكره الله عز وجل، أو يكرهه الله عز وجل، يعني ما في حياء. ولكن عندما يكون الحياء يصبح الإنسان عنده إحساس عالي بالمسؤولية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حياء من؟ من الله عز وجل. لماذا؟ نقول ذلك الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال تعرض على الله في شعبان. هذا موسم رفع الأعمال إلى الله عز وجل. والعلماء فصلوا كما ذكرنا في خطبة قديمة أن الأعمال لها مواسم. ترفع مرة في السنة، ترفع يوميا، ترفع في اليوم أكثر من مرة، هكذا. ومن مواسمها شعبان، ترفع الأعمال إلى الله عز وجل.
انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال واستحي ان يرفع عملي الى الله وانا غير صالح. الله اكبر. اي والله الله اكبر. صلي الله كثير. اذا السنه يا اخوان عشان بس لانه ما نحب نذكر واحد يدخل. النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا قال لا يقعدن احدكم في المسجد حتى يصلي ركعتين. السنه انك اول ما تدخل مسجد تصلي ركعتين تحيه للمسجد. هذه سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. So as that being said, I would say like, you know, we know all the reward of every action we do. Make a room for your brother, brother. تقدم يا رب تقدم. Make a room for your brother. يا عندما جاء تقدم. See, the Prophet صلى الله عليه وسلم have told us and taught us everything about our religion. We know all the limits of everything. And now here the Prophet صلى الله عليه وسلم comes and he's asked about the month of Ramadan. We still have room in the second floor. عندنا في مجال في الصف الثاني. طيب. So as we said, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam have taught us everything. He have given us all the declaration that we need to know about our religion. And he told us the reward of the actions that we have, as we have to tell. And then comes one detail that we didn't mention earlier, because we don't know the limit of reward for that action. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam is telling us through the message that came and conveyed to us what Allah Subhanahu Wa Ta'ala has said. He said, every action you do is for you. Every action. Mind you. What you do, when you see and you look at it, it feels like I'm doing it for Allah, right? You do the salah, يوم القيامة. So you do, I'm doing it for Allah, because I love Allah, because I'm afraid of Allah. I don't want them to punish me. The outcome is what? You're the one who's benefiting from that. Allah is not benefiting from that. Your ibadah to Allah does not add anything to His scale or to His power. Allah doesn't need you. Allah is not in need of you, right? You are in need of Allah subhanahu wa ta'ala all the time. You do salah, you do charity, you do this and you do that. So what? Yawm al-qiyamah, when you stand before Allah subhanahu wa ta'ala, you stand firm. Your heart is settled. You're not shaken, you're not afraid. You know for a fact that you came to Allah prepared. I've done this and I've done that. You have your thinking, you're processing that in your head. Yes, your heart will still tremble when Allah subhanahu wa ta'ala accepted or not. Because you know, the companion of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam would do so much stuff, but they don't know if Allah accepted their act of worship or not. And regardless, they keep doing. But at the end, the outcome, the result is what? You are the one benefiting from all the acts of worship you do in this life. What? As we said, this life is short. Yawm al-Qiyamah is eternity. Is eternity, meaning that you will live forever, either tortured or in the paradise enjoying the outcome of your relation with Allah subhanahu wa ta'ala in this world. So you're the one who will be happy. You're the one who will be enjoying that. Because you add nothing to Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah is everything to you. And that's why we say, the Prophet is teaching us, he's giving us the indication that every act of worship you do is yours, except the fasting. It is for Allah. And Allah only rewards us. The ulama said, there's such approach in the religion, it is showing us that there's certain act of worship, when the reward is concealed, that the outcome is massive, it's huge. العلماء رحمه الله تعالى يقولون أن الأجر إذا أخفي فيدل على عظمه. وإذا كعندنا في الصيام مؤشرات ومؤشرات عظيمة جدا، منها إيش؟ أن الله عز وجل جعل في الجنة بابا اسمه الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. أبشر يا عبد الله يا من جعلت الصيام عبادة لك. هذا الشهر يا إخوان شهر رفع الأعمال. في هذا الشهر تصف الحسابات. في هذا الشهر إذا عندك خصومة، إذا عندك خلاف، إذا عندك أي نوع من أنواع المباغضة مع أخ أو صديق أو قريب أو صاحب، هذا الشهر هو الشهر الذي تصفى فيه كل هذه الخلافات. حقيقة أنا ترد إلي طلبات كثيرة جدا، يعني بالنسبة لمواضيع الخطبة
وهذه الطلبات إخواني في الله مصدرها إيش؟ مصدرها أن الناس تشتكي من بعض الخلافات التي تقع بينها، أكل مال الناس بالباطل، يعمل ويشقى ثم يأكل حقه، يستأجر منه ثم يأكل حقه، يشتكون يعانون. هناك ناس للأسف الشديد في هذه الجالية المسلمة، أنا أعرف أحد الإخوة استأمن أخاه على عمل وأعطاه مبلغ كبير جدا يتجاوز عشرات الآلاف، ثم أنكر ذلك كله وأكل ماله. طبعا حتى نتكلم عن هذا يحتاج إلى خطب ومواعظ لعلها تصل، بعض العقول مصفحة لا يصلها الكلام، ولكن نطرق لأن كثرة الطرق تفتح الباب للمؤمن. ولكن هذا هو الشهر يا عبد الله، الشهر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه في منتصف هذا الشهر شعبان القادم ترفع الأعمال إلى الله عز وجل فيغفر لجميع عباده إلا مشرك ومجاحد. كل العباد يغفر لهم إلا من وقع في الشرك بجميع أنواعه، والمشاحن الذي في حالة بغض وكراهية مع أخيه. وكلكم تعلمون حديث الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، ما يعمل عمل كثير يا إخوان، ترى الجنة لا تدرك فقط بكثرة الأعمال، الجنة تدرك بصفاء القلوب، هناك قلوب مليئة بالسواد عافانا الله وإياكم، هناك قلوب مريضة مليئة بالحقد بالحسد مليئة بأمراض لا يعلمها إلا الله عز وجل. والله لو أنفق ماله جبلا ما أدخله الجنة إلا أن يرحمه الله عز وجل. ولذلك في هذا الباب سأل الصحابي الجليل الرجل، قال يعني رأيتك لا تصنع شيئا يزيد عما يصنعه غيره، فكيف تدخل الجنة؟ لقد أنبأنا النبي صلى الله عليه وسلم تدخل الجنة. قال إني إذا نمت وضعت رأسي على الفراش حتى أنا نمت وليس في صدري على مؤمن غلا ولا حقد، ما في شيء، القلب صافي. في ناس ما تنام يعني زعلان، ظلمه أخوه، هو مظلوم. ولذلك الإخوة الذين يشتكون من الظلم هؤلاء لهم الحق أن يشتكوا ويقولوا ويبث شكواهم، لهم الحق، هذا حقهم الطبيعي. لماذا؟ الله عز وجل قال لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم، مظلوم له الحق أن يشتكي، وليس بينه وبين الله حجاب. والظلم أنواع يا أخوان، الظلم الشرط أنه أكل مالك، لا، الظلم قد يكون أصلا من أقل الأشياء، يذكرك بسوء، يتكلم عنك بسوء، هذا كله يتهمك بالباطل، هذا كله من أنواع الظلم. واليوم هذا واقع عند الناس، يعني أنا أحد الإخوة في أحد المرات اتصل بي، هو مختلف مع أحد الإخوة، مختلف مع أحد الإخوة اختلاف قد يكون في أصله تافه، ولكن وقف على الناس قال فلان كافر ومنافق، والرجل يشهد لا إله إلا الله ويصلي للمسلم. نعم هو ظالم، هو ظالم ما في شك، ولكنه ظلمه باتهامه لما ليس فيه. يا إخوان هذا الشهر شهر تراحم، شهر رجوع إلى الله عز وجل. See, there's many reasons why Allah سبحانه وتعالى made this month of Shaban special. And we said that one of the unique attributes in Islam is to be shy. The shyness is one of the to have the shame, to be able to self-shame yourself from doing anything that the human nature does not accept. To refrain yourself and stop it from doing any act that Allah subhanahu wa ta'ala will look at you and you don't want Allah subhanahu wa ta'ala to see you do that. We have room upstairs. Who went with a temporary tag is blocking a woman's dark space or a what? Who went with a temporary tag? Exactly. So, that being said, that a person when he has self-shame, he control himself, he doesn't do things because he's not only afraid that Allah subhanahu wa ta'ala will punish him, he doesn't want Allah to see him doing this. He has the shame, the self-shame, he control himself. And so I said, this attribute, this characteristic is part of iman, is part of being a faithful person, is part of a person who believes in Allah subhanahu wa ta'ala.
And the Prophet said, he's too shy to attend the month of Sha'ban and not be fasting. Because this is the month that the deeds will ascend to Allah subhanahu wa ta'ala. So he wants Allah to see him in that situation. Because he loves that dearly, Allah subhanahu wa ta'ala, to see you fasting. Now this is something, because I got all these requests, you know, from brothers, you know, Shaykh, you should talk about this, you should talk about... I understand where you're coming from. I know, I feel where you come from. Because most of them, there are complaints about what? My brother took my right. My brother oppressed me. My friend did this or that to me. And I've known and witnessed some incidents where brothers, yeah, mashallah, they're Muslims. All they are Muslim, mashallah. They pray in the masjid. It could be in the first line, sometimes second line. He's in the masjid, regardless. But he go in business with his brother. He entrusts him with ending the job and doing the job. He gives him thousands of dollars. And the brother takes the money, not finish the job, and just walk away. He's only concerned about his loss. He doesn't care about his brother's loss. He doesn't care. See, everything is measurable. Everything we can look over, except oppression. Yawm al-Qiyamah, you'll be standing there and everyone will take from you. Everyone. Doesn't matter how much you give in the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Doesn't matter how much act of worship you provide for yourself. Wallahi, if you take someone's rights, you will stop before Allah subhanahu wa ta'ala. See, the person is staggered with that action. He's sleeping in the night. He's not sleeping in the night. His heart is boiling because he feels that his right was ripped off from his hand. He feels that he's like, you know, being oppressed. And you see, Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran tells us something, you know, very, very clear. Allah subhanahu wa ta'ala does not accept any vulgar or atrocious way of talking or outrageous approach, except for those who've been oppressed. Allah give them the break, because he knows they're coming like that, they're coming hard, because what? Their rights have been deprived from them. They were deprived from their rights. So you know the hadith of a man that the Prophet said about, he will enter the Jannah. Yeah. Not because he did so much hasanah, she did, yeah. No. The companion monitored all his actions for a few days. After 3 days, he came and said, man, I don't know what you do. Because you don't do anything more than any other companion of the Prophet is doing. But the Prophet said, if you go into the Jannah, he said, you see, when I go to sleep, I sleep and my heart is clean. I have no problem with anyone. I forgive and put it behind my back. Even if you're forgiven, don't think that you will get a break in your qiyamah. You will be held accountable. Hadha shahr ya ikhwan, this month, specifically, in the middle of Sha'ban, all the actions of people will rise to Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah will forgive everyone except two type of people will not be forgiven. A person who associated anything or anyone with Allah subhanahu wa ta'ala, who has shirk. And a person who holds grudges in his heart against his brother Muslim. That's a dark heart. May Allah protect us. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم أستغفر الله لكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد عباد الله فاعلموا أن الكلام عن هذا الشهر المبارك عظيم ويطول واعلموا أن حمى الظلم يعني يحمي جنوب الناس الذين اكتووا بالظلم في هذا الشهر أو في غيره أو في مدار السنة ولكني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤتينا وإياكم سلامة القلوب وأن يؤتينا وإياكم مخافته وتقواه فإن كثيرا من الناس عندما يقع في الظلم إنما يقع في الظلم لأنه لا يرى أن عقاب الله عز وجل يلحقه أو يأتيه ولا أريد أن أطيل الكلام في هذا الباب ولكنني أحببت أن أذكركم بأن الاستعداد لهذا الشهر المبارك يبدأ بتصفية القلب وتنقيته والصيام والتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال المرضية ومن أحب الأعمال إلى الله عز وجل الإنفاق في سبيله فالنبي صلى الله عليه وسلم كما وصف ابن عباس كانت إذا أقبلت هذه الشهور الحرم
أصبح كالريح المرسلة في الإنفاق، يعني ينفق دون أن يلتفت صلى الله عليه وسلم إلى حجم إنفاقه. فالعبد إخواني لله محتاج إلى كثرة الإنفاق والصيام والتعبد لله في هذا الشهر، لأن الله عز وجل قال في الكتاب الكريم: إن الحسنات يذهبن السيئات، وكلنا خطاء وابن خطاء، ولكن خير الخطائين التوابين الذين يرجعون إلى ربهم، فارجعوا إلى ربكم إنه هو الغفور الرحيم. Indeed, speaking about this matter, this topic is one of the hottest topics out there, because that happens all the time. Many people are deprived from their rights. Many people are oppressed out there. It's just too long to condense this lecture in one khutbah or mix it with such khutbah, where we try to speak about the importance of the month of Sha'ban. And we'll talk about this, of course, in details, because this is happening every day. We witness every day. Oppression is out there. There's many forms and times and shapes of that, but there's not place for it. This is to remind you that this is the month of approaching Allah subhanahu wa ta'ala with the hope that Allah will accept you. Prepare yourself by cleaning your heart. Make sure, look in your context. Sometimes they call it their debt. If you know you're not gonna get it, at least yawm al-qiyamah, you know that you're gonna come, you're gonna take your right. But don't sleep in your heart with any grudges in your heart. Be amongst those who Allah subhanahu wa ta'ala will forgive in that day, will accept in such day. Be amongst those whom they give in the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. This is one of the things that Ibn Abbas have described and ascribed the Prophet of being like a wind, like a strong blowing wind. When he gives, he doesn't count. He just gives in the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, because all comes in Qiyam. It comes back to you. It comes to you and serve you well when you need it, when you look right and left looking for any help, anything that will take you out from that point or that place where Allah subhanahu wa ta'ala torture you. You will ask Allah subhanahu wa ta'ala to give you one single hasanah that can balance your deeds. عباد الله إن أنا مذكركم وإنا مثلكم بشر قد يقع منا التقصير وقد يقع منا الخطأ وإني والله أقولها بصدري ملك إني أسامح كل من لي عنده شيء لله عز وجل. من هذا المنبر حتى ألقاكم يوم القيامة عند ربنا عند مليك مقتدر نقف بين يدي الله عز وجل، فقد قال من قبلنا: وعند الله تجتمع الخصوم، إليه نمضي وعنده نلتقي، وإني وفي قلبي ليس على عبد مسلم ذرة من حقد أقولها على منبر رسول الله. فاستعد يا عبد الله وجهز نفسك لهذا الشهر الكريم. جهز نفسك، هذا الشهر شهر العطاء، شهر الإحسان. أحسنوا إلى إخوانكم، هناك بيننا إخوة محتاجين إلى المساعدة، أحسنوا إليهم، هم محتاجون إلى معونتكم، أعينوهم، وهذا بيت الله بين أيديكم، والله إنا نعمل ليل نهار. بعض الإخوة جزاهم الله خير، أخونا أبو سيف، أسأل الله أن يأجره العزاء، وكل الإخوة القائمين على هذا المسجد الذين يساعدون حتى يظهر هذا المسجد بهذا المنظر الذي ترونه، نسأل الله أن يأجرهم، والله لا نستطيع أن نعطيهم من مال الدنيا ومن عطاء الدنيا ما يكفي من القيام، ولكن ندعو لهم إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم ويصلح لهم بالهم وأولادهم. اللهم ارزقهم وارزق من رزقهم، اللهم ارزقهم وارزق من رزقهم، وبارك لهم في أعمالهم، واغفر لهم ولآبائهم ولآبائنا يا أرحم الراحمين. ما زلنا ندعوكم إلى أن تلقوا الله عز وجل بهذا اللقاء. المسجد بحاجة إلى مساعدتكم، ولا نطيل عليكم في هذا، ولكن ما استطعتم أن تدعموا به بيت الله فهذا بينكم وبين الله. اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم ولا تجعل بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما، اللهم واقض الدين عن المدينين، اللهم فرج هم المهمومين، اللهم ونفس كرب المكروبين، اللهم واشف مرضانا أجمعين يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لأصحابنا وإخوتنا الذين فقدناهم وبكينا عليهم الليل ما اتصل النهار، اللهم اغفر لهم وارحمهم جميعا يا رب العالمين، اللهم اجمعنا بهم عند نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا لقاء إلا لقاؤك ولا رضا إلا رضاؤك. اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين، فك أسرانا في جميع بلاد
بلاد الإسلام والمسلمين. رد إلينا حرمنا الثالث السليل، وارزقنا صلاة في المسجد الأقصى مع المجاهدين الصادقين. اللهم إنا نبرأ إليك مما فعل المنافقين، ونكل أمرنا في الدين والدنيا والدين إليك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله عز وجل أمركم بأمر بدأ به في نفسه، ثم ثنى بملائكته مسبحة في قدسه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد عدد ما خلقت من شجر وبشر. اللهم صل عليه ما بلغ الليل والنهار. اللهم صل عليه صلاة تنفعنا بها، ورحمة تشمل بها أولنا وآخرنا. صلوا على نبيكم محمد وأقيموا صلاتكم، إن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله